أرخص فندق في لوس أنجلوس، مبنى جميل طرازه كلاسيكي راقي جدا، لكن جوه فجأة مجموعة من النزلاء في الفندق ده خرجوا يصرخوا وهم بيقولوا إن هم شايفين ست متوسطة العمر وبتتمشى في ممرات الفندق. في الأول كانوا فاكرينها حد من النزلاء، بس لما شافوها بتختفي قدام عينيهم الموضوع اختلف وعرفوا ان هي شبح، وشهد على ظهورها النزلة والموظفين. بس مش دي كل الحكاية، لان في الدور الاخير وتحديدا ما بين الساعة 9 للساعة 3 الفجر بيشوفوا راجل تقريبا في نص الاربعينات بيتحرك بخطوات ثابتة ولابس بلطو اسود طويل، وبيفضل ماشي في دورية في الممر بتاع الدور ده لحد الساعة 3 الفجر وبيختفي. فندق سيسل، فندق الغرائب والألغاز. الفندق ده له حكايات كتيرة جدا. الفندق اتبنى سنة 1931 كفندق عادي جدا، ما كانش فيه أي دلالة على إن المكان ده هيكون أكتر مكان حير العالم في ألغازه. سنة 1947 نزلاء الفندق كلهم صحيوا على صوت صراخ. البنت الروم سيرفيس دخلت أوضة الممثلة الشابة إليزابيث شورت بعد ما خبطت عليها ولقت الباب مفتوح، عشان تلاقي إليزابيث بقها مشقوق لحد ودنها، ومن آخر ودنها لحد آخر رقبتها في قطع، والناحية التانية نفس الكلام، وبالنسبة لمنطقة الصدر فتم شق الصدر بالكامل والجزء اللي تحت مفصول تماما عن باقي الجسم. البنت أول ما شافت المنظر ده فضلت تصرخ، وفي الوقت ده محدش عارف بالظبط مين الجاني، والقضية اتأيدت ضد مكهول. وفي الفترة دي ابتدت تحصل حاجة غريبة في الفندق، تقريبا 12 حالة انتحار. الكلام ده تقريبا كان بداية من سنة 45 لأوائل التسعينات، حالات انتحار مش مبررة، وكمان كان في حالات شخصها الطب الشرعي وفاة بجرعات زيادة من المخدرات. وتعرف الوقت ده ان الفندق فيه طاقة غريبة، وانه الفندق فيه ريحة موت، وده اللي جذب ناس كتيرة انها تسكن في الفندق. منهم ريتشارد رامرز، كان واحد من اهم المغتصبين والقتلة في لوس انجلوس خلال الثمانينات، وكان واحد من نزلاء الفندق. ريتشارد كان بيجذب البنات اللي شغالين في الدعارة، وكان بيغتصبهم ويبدأ في عملية التعذيب حتى الموت وبطرق جنونية. وفي يوم من الايام النزلاء بتوع الفندق اشتكوا كتير للإدارة من ان المية بتنزل قليلة ولونها متغير من الحنفيات. ففي يوم قرر واحد من النزلاء ان يطلع ويكتشف بنفسه ايه اللي موجود في الخزانات وسدتها ومعكر عليه اجهزته، وطلب من الإدارة الاذن، وفعلا سمحوا له ان يفتحوا له مدخل الصيانة عشان يبص على الخزانات بتاعة المية لما عرفوا ان هو مهندس تحلية مياه. الراجل طلع ومعاه ناس من الادارة، واول ما وصلوا للسطوح اللي عليه الخزانات شموا ريحة بشعة جدا، وابتدى يبص لفريق الصيانة اللي كان طالع معاه والناس اللي طالع معاه من الادارة، وهم كلهم مستغربين، لكن هو فهم وطلب منهم ان يتصلوا بالشرطة. وفعلا اتصلوا بالشرطة، واللي جت فتحت الخزان ولقت بقايا لتلت جثث سيدات متقطعين ومحشورين جوه الخزان. طبعا في البداية اتسجلت القضايا ضد مكهول، لحد ما داء الخناق على ريتشارد وهو بيغتصب واحدة من ضحاياه واللي قدرت تهرب، وساعتها دلت عليه وحاصر البوليس الفندق وقدروا يقبضوا عليه، وهو اعترف انه هو اللي قام بقتل التلات سيدات اللي لقوهم في خزانات المية بتاعة الفندق. وقصة الفندق ما انتهتش لحد هنا، لانه سنة 1991 سكن في الفندق جاك انتروجر النمساوي. الرجل ده قتل تلات ستات
في النمسا وهرب راح لوس أنجلوس مرتاحش، ومش معروف الفترة الهروب الأولى حصل فيها إيه بالظبط، لكن اللي معروف إنه رجع النمسا تاني وقام بقتل واغتصاب 3 سيدات تاني، وكان متهم بست قضايا قتل واغتصاب وتعذيب لسيدات قبل ما يدخل فندق سيسيل. ودخل الفندق سنة 1991. في الوقت ده جاك ابتدى انه يدور على نوع السيدات اللي هو بيفضل قتله وهم العاهرات، فكان بينزل للنايت كلوب بتاع الفندق يختارهم، والبنت اللي كانت بتطلع معاه كانت بتختفي، ما كانتش بتظهر تاني. ابتدى الموضوع يتلاحظ وابتدوا الناس يحطوا علامة استفهام على جاك، وده كان بعد اختفاء 4 ضحايا. في الضحية 5 ابتدوا ان هم يراقبوا، وفعلا قدروا ان هم يقبضوا عليه واعترف بالجرائم اللي عملها من قتل واغتصاب، واتحاكم في لوس انجلوس. لكن قصة الفندق برضو لسه ما انتهتش، لانه في 1994 حصلت جريمة ملهاش اي تفسير. العامل اللي بينظف خزانات المية لقى فيها جثة، بس المرة دي الجثة ماتت غرقانة. اسم الضحية جورجيا لي، سبب الوفاة الغرق، لكن ازاي دخلت الخزان بتاع المية لحد النهاردة هو علامة استفهام كبيرة وملهاش اي تفسير. الخزان موجود فوق السطوح ومفيش سلم يطلع عليه غير سلم الصيانة، وده مقفول وما بيتفتحش نهائي، وسلم الصيانة مفيش غير عامل واحد هو اللي معاه المفتاح بتاعه. والاهم من كده انه حتى ولو هي طلعت وقدرت انها تفتح الباب بتاع سلم الصيانة، فهي ازاي قدرت ان هي تدخل الخزان وتقفله على نفسها من جوه؟ لانه المحللين واللي درسوا الجريمة دي شافوا انه مستحيل سلم الصيانة يطلع عليه اكتر من شخص، وانه سلم الصيانة هو سلم رأسي، مستحيل يتمكن شخص ان يبقى شايل حد وهو طالع عليه، ولا انه يجبر حد يطلع عليه. فده معناه انه هي طلعت لوحدها، غير انه المدخل بتاع غرفة صيانة الخزانات هو عبارة عن مربع ضيق في السقف، وعشان تقدر تطلع فانت محتاج بمساعدة ايديك ترفع جسمك، لانه مفيش وسيلة تاني. وده يلغي فكرة انه في حد شالها وطلع بيها حسب اراء محللين الجريمة دي. لكن هما وقفوا قدام اذا كانت فرضية انها انتحرت هي الاقرب للواقع، فازاي هي قدرت ان هي تقفل باب خزان المية على نفسها من جوه؟ ده لو افترضنا انها عرفت تفتح باب الصيانة اللي هي معهاش اساسا مفتاح ليه. غير انه مبنى الخزان بتاع المية هو ارتفاع 4 متر، وهو عبارة عن قبة، وفي قمة القبة دي في مدخل الخزان واللي بيدخل منه العامل عشان يعمل عملية التنظيف. وتم تعديل السطح كامل للفندق، وخاصة نظام الخزانات، وانه ما يكونش سلس في الدخول ليه بسبب الحادثة اللي عملها جاك، وهي قتلت 3 ستات ووضعوهم في الخزانات. فكان في فرض من البلدية بتاعة لوس انجلوس ان يحصل التعديلات الصارمة دي، واللي تخلي في استحالة انه حد يقدر يشيل حد 4 متر عشان يوصل بيه لفواهة الخزان او القمة بتاعت الخزان، واللي هي اساسا ملهاش غير طريقة فتح معينة، وهي شيل الـ4 مسامير الالاوز الكبار ورفع الغطاء. وده طبعا في استحالة ان يكون حد شايل جثة وبيعمل كل المجهود ده. وطبعا فريق البحث الجنائي ملقاش اي اثار لسند الجثة على الارض، وده اللي خلى نظرية ان هي انتحرت
هي اللي تكون مريحة للمحققين في الوقت ده. لكن كان السؤال اللي ملوش إجابة، هي إزاي بعد ما دخلت الخزان قفلت الغطاء على نفسها؟ وده طبعا مستحيل، وكل المعالم بتأكد إنه برضو مستحيل يكون حد قتلها أو إداها أي مخدر وطلع بيها للخزان ورماها جوه. مفيش أي تفسير منطقي للي حصل، وفضلت الأحداث بتاعة الفندق الغريب مستمرة، لكن كانت تقريبا في إطار إن النزلة بيسمعوا أحيانا أصوات ناس بتصرخ وأصوات بكا وأصوات تاني بتنده عليهم، وبالذات في الممرات، وأحيانا كانوا بيشوفوا أطياف. وبعض الدراسات أثبتت إن في طاقة شبحية موجودة في الفندق ده لحد سنة 2007 لما دخلوا أوضة سوزان نولان، واللي تقريبا فضلت في أوضتها وهي مقتولة 3 أيام لحد ما ريحة الجثة طلعت وبعض النزل اشتكوا. فإدارة الفندق دخلت عشان تشوف في ايه بالظبط، لقوها على الأرض ومطعونة أكتر من طعنة وفي أماكن متفرقة من الجسم، والدم مغرق كل حاجة في الأوضة. الغريب هو ازاي إن باقي النزل ما سمعوش صرخات سوزان، وده فسروا بعض المحققين بانه ممكن يكون بسبب ان النزلة بيسمعوا اصوات صراخ شبحية. لكن جريمة سوزان اثارت كل المهتمين بعلم الجريمة وعالم الاجرام، لانه تقريبا مفيش اي اثار عنف لدخول القاتل الغرفة، وما كانش فيه ملاحظة لدخول اي حد مع سوزان وقت ما دخلت. والاهم ان الطب الشرعي قال ان هي اداة حادة، لكن نصل السكينة نفسه غريب، وتقريبا ان النصل ده كان اغرب نصل اتشاف، لان النصل كان بالظبط عبارة عن، او جرح النصل عبارة عن 5 سنتي بشكل عمودي، وفي الداخل المكان المطعون كان بيخرج من النصل جرح طوله 2.5 سنتي من الجهتين. يعني النصل او الاداة اللي هي اتضربت بيها كانت بترسم حرف تي، وده غريب جدا لانه السكينة العادية لما بتضرب هي بتضرب بشكل عمودي وبتخرج بشكل عمودي، لكن النصل اللي هي اتضربت بيه هو ضرب بشكل عمودي اتفرع جوه وخرج بشكل عمودي، وده طبعا شيء مش مفهوم وملوش اي تفسير، وكان علامة استفهام كبيرة في التقرير اللي قدمه الطب الشرعي في الوقت ده بالنسبة لعلماء الجريمة، لانه الاداة دي كسلاح حتى مستحيل تصنيعه. واقرب تخيل للسلاح ده هو انه نصل السكينة العادي مضاف ليه أنصال متصلة بسوستة بتتفرد وتتضم تاني. لكن خبراء الجريمة قالوا انه ده ممكن يكون نظري، لكن تطبيقه في العملي هو مستحيل، وعشان كده برضو تأيدت قضية سوزان نولان ضد ماكول لحد اخيرا سنة 2013 ظهرت البنت الجميلة أليس لام. هي من أسرة مهاجرة، خدوا الجنسية الكندية وكانت طلبة جامعية، حست شوية ان هي مخنوقة، حبت انها تعمل مغامرة جديدة في حياتها بعد اقناع اهلها اللي وافقوا بصعوبة جدا، لان المغامرة دي هيبقى تكلفتها عالية، لكن هي قدرت تقنعهم، وبسبب دي الاحوال اضطرت انها تسكن في فندق سيسيل. اللي حصل كان غريب، أليس لام اتشافت لاخر مرة وهي بتتكلم في الفندق مع حد مش موجود، وبتعمل اشارات بايديها وحركات غريبة ومريبة، وبعدين ابتدت تدوس على زراير الاسانسير بشكل مش عادي، ودخلت الاسانسير وخرجت منه تاني وابتدت ترجع وكأن حد بيشدها.
ودي اخر مشاهد ظهرت فيها اليس لام، وبعدين ما كانش ليها اي ظهور تاني واختفت تماما. لما انقطع الاتصال بينها وبين اهلها ابتدوا يتصلوا بالسلطات المحلية انه يشوفوا بنتهم فين، لكن للأسف ابتدى يشتكي النزلاء تاني بسبب طعم المية وبسبب ان المية بتنزل قليلة. في الوقت ده الشرطة فهمت ان اليس لام هي ضحية جديدة من ضمن سلسلة ضحايا الجاني الحقيقي فيها مجهول. وفعلا لما وصلت الشرطة ولقت كل حاجة كأنها مثل مسج، باب الصيانة زي ما هو مقفول، الخزان من بره مقفول، فيش اي علامات على الارض لوجود الجثة او ان هي حتى اتحطت في المكان ده نهائي، ويفتحوا الخزان ويتفاجئوا بوجود جثة اليس لام. وللأسف المشاهد اللي هتشوفوها في الفيديو دي مشاهد حقيقية، وهي آخر مشاهد لأليس لام في حياته. Thank you.